غير ابليس و... له مسميات اسمه الغرور او لا غرنا ايه لا غركم بالله الغرور الغرور هو اسمه هذا هو الغرور ما احنا قلنا يغر ثم يغض يضر يضر يقال ايضا انه الطاغوت وكل ما عبد من دون الله او كل ما يثنيك عن الله فهو طاغوت والطاغوت من الشيطان ليه ومن لم يحكم ما انزل الله ليه هو كافر وفاسق ليه وظالم وظالم لماذا لانه طاغوت يريد ان يحكم غير شرع الله تكفير عدم والعياذ بالله يعني كافر لانه والعياذ بالله رب العالمين اخرج يعني راى ان كلامه وقانونه افضل عند من قانون الله ومن لم يحكم بما انزل والعياذ بالله رب العالمين الكافرون والفاسقون والظالمون والفاسق ليه فاسق ليه والفسقت الرطبه يعني البلحه لما تبقى حمراء او صفراء تبقى قشرتها ملتصقه بيها صحيح. فلما ترطب تبقى رطبه تروح تنزع القشره يقول ايه العربي كان يقول فسقت خرج من دين الله ايوه هذا ان ابليس كان من الجن ففسق خرج عن امر الرب الله يرضى عليك او نتعلم يبقى الله يكرمك ففسق خرج من والعياذ بالله خروج ظالمون والعياذ بالله ظالم لانه وضع حكمه في مكان حكم الله فوضع الشيء في غير موضعه وهذا ما فعله الشيطان ما هو سبحان الله العظيم واحد يقول لك ايه يقول لك اصل ده سرق من مال اميري طب وبعدين اللي سرق من مال عام يعني طب بتعمل فيه نسجنه طب ليه ما تقطعش ايده وهكذا لحد واحد يقام في امتي خير لها من ان تمطر 70 خليفه حديث لحد واحد يقام في امتي ايوه خير لها من ان تمطر 70 خليفا شوف مطر 70 خليفه يعمل خير في الامه قد ايه تضيع الحدود الله اكبر هذا في ضيعنا البركة ما ضيع المسلمون حد من حدود الله إلا وخرجوا على حدود الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها ها حدود الله وأنت داخل حدود الله أنت في راحة سبحان الله